أيوة. يوحنا 9 هي تاني إعلان، اللي هو أنا هو نور العالم. أنا هو نور العالم. نور العالم. وقالها في الواقعة أو الحادثة اللي كان فيها بيتقابل مع المولود أعمى. إيه اللي حصل؟ الأعمى يعني دينا فكرة سريعة عن القصة. الحادثة اللي قبليها على طول، يعني قبل ما يتقابل مع المولود أعمى، هي كانت المرة اللي كانوا بيحاولوا يرجموه، واحدة من المرتين اللي بيحاولوا فيه يرجموه. فيقول الكتاب في يوحنا 8 آخر عدد، فرفعوا حجارة ليرجموه. أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا. وفيما هو مجتازا رأى إنسانا أعمى منذ ولادته. كويس. ودي الحالة الوحيدة، المسيح أكثر من أعمى وأعميين شفاهم في حياته. عمي كتير، يعني ناس عمي كتير جم للمسيح، سواء عرفناهم في موقع خاصة بيهم أو كانوا من ضمن جموع الرب شفاهم، ففي الحالة دي. لكن ده الحالة الوحيدة، الأعمى منذ ولادته. كويس. الأعمى مش منذ ولادته، في لحظة من اللحظات اختبر النور، شاف النور. لكن الذي منذ ولادته هو الشيء الوحيد اللي ما شافوش النور، يعني وبالتالي ما فيش حد هيعرف قيمة النور قد الشخص ده. يعني لو المسيح قال، هو بيقولها لي أنا وبيقولها لحضرتك وبيقولها لكل الناس، أنا هو نور العالم. لكن ما حدش هيقدر يعني يقدر قيمة النور ويشعر باحتياجه الشديد ليه وقيمته قد الشخص المولود أعمى. أنا وإنت مش حاسين بيها، يعني بنحسها لما بنقطع نور، لما بنحتاج نور، لكن في النهاية اختبرنا النور. لكن ده ما شافش النور، سمع عن النور، صح، حس باحتياجه للنور. وبالتالي المسيح هنا في عبقرية، في رأيي أنا بندم العبقرية، كان ممكن يقول له أنا هو الباب، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو الطريق، أنا هو الحياة، بس أنا هو نور العالم. يعني الكلمة دي بتخبط. الكلمة دي بتصيد، يعني أنا احتياجك الحقيقي. لأنه لما في يوحنا 1 بيتكلم أنه جه عشان يشهد للنور، يوحنا المعمدان في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول. أيوة. جاء يوحنا ليشهد للنور، ليكن هو النور. جاء ليشهد للنور الحقيقي.